يوم 17 فبراير المقبل سيكون موعدا تاريخيا بالنسبة للمنتخب الفلسطيني الذي سيخوض مباراة ودية ضد المنتخب الوطني الأولمبي على ملعب 5 جويلية. المباراة التي تدخل في إطار تحضيرات أشبال الناخب الوطني الأولمبي بيير أندري شورمان لأولمبياد ريو دي جانيرو ستكون فرصة للجماهير الجزائرية من أجل دعم ومؤازرة القضية الفلسطينية، والتي لطالما رفعت الجماهير الجزائرية رايتها في أكبر المحافل الدولية، خاصة وأن الدخول للملعب سيكون مجاني. هي عندها بزاف من الجانب الفلسطيني والجانب الجزائري، مثلنا مباراة جزائر فلسطين هي واحدة كما أقول لك شخصيا أني فرحان أنه أنا مدرب عام تاع منتخب فلسطين نلعب مع بلادي منتخب الجزائر فريق الأولمبي. ناش عاشقين كثير في الجزائر وعاشقين في الفريق الوطني، وكل حاجة إذا شفتوا الدوري الفلسطيني ولا المباراة اللي لعبناها مع المنتخب كل علامات الجزائر وفلسطين. قلت لك هذه المباراه راني سناو فيها كما قلت لك كما قلت لك افيك امباسيونس. مباراه منتخب فلسطين الاولمبي ضد نظيره الجزائري ستكون فرصه للاشقاء الفلسطينيين من اجل الاحتكاك برفقاء اسامه شيتا الذين تاهلوا للاولمبياد عن جداره واستحقاق، وكذلك من اجل تحضير منتخب سيشكل مستقبلا المنتخب الاول لفلسطين. وهي تحضيرات عاديه، احنا عندنا هاد لا جينيراسيون هادي اللي تاع الاولمبي رانا نشتغلوا عليهم باش يندمجوا مستقبلا في الفريق الوطني الاول. مباراه الجزائر ضد فلسطين ستشهد اقبالا جماهيريا كبيرا من طرف الجمهور الجزائري، فبغض النظر عن قيمتها الفنيه والفائده منها ستكون عرسا كرويا كبيرا ووقفة جزائرية مع شقيقتها الفلسطينية، والتي لطالما كنا وما زلنا الداعمين بقوة لقضية عادلة.